وفي خبر عاجل نتابعه الآن مشاهدين، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بالسيطرة العملياتية الكاملة على محور فيلادلفيا بين مصر وغزة، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار عملياتها في رفح جنوبي قطاع غزة للمزيد من القراءة العسكرية حقيقة عن ما يجري الآن في هذا المحور. ينضم إلي من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء سمير فرج. سيادة اللواء أهلا بك معنا دائما في سكاي نيوز عربية. يعني كنا نسمع خلال الساعات الماضية بالسيطرة على جزئية كبيرة من هذا المحور، ليعلن الآن إنه الجيش الإسرائيلي أصبح لديه السيطرة النارية الكاملة على محور فيلادلفيا. ما الذي نفهم بداية عسكريا من هذا التصريح للجيش الإسرائيلي؟ تمام، مساء الخير لحضرتك وللسادة المشاهدين. نقول في البداية محور فيلادلفيا طوله 14 كيلو، هو بين مصر وبين في الأرض فلسطين اللي هي غزة. حاجة الأولانية إن هذا المحور وهذه المنطقة هي أرض فلسطينية داخل قطاع غزة وليست داخل الأراضي المصرية. قبل 2005 كل المنطقة دي وكل غزة بما فيها محور فيلادلفيا كانت تحت سيطرة إسرائيل. لما جت إسرائيل انسحبت 2005 من قطاع غزة وثابته إلى السلطة الفلسطينية، في هذا التوقيت عملنا تعديل لاتفاقية السلام بتاع كامب ديفيد، وقلنا نعمل بافر زون، منطقة عزلة داخل الأراضي الفلسطينية وليس داخل مصر. هذه المنطقة سميت ممر فيلادلفيا، وقلنا لا تتواجد فيها قوات ولكن تبقى منطقة عزلة حتى نمنع تهريب المخدرات والأسلحة. فالنهاردة ممر فيلادلفيا ده أولا أرض فلسطينية وليست أرض مصرية. نمرة اثنين، بتتبع اتفاقية كامب ديفيد. أي دخول للقوات الإسرائيلية هنا هو باختراق لمعاهدة السلام بتاع كامب ديفيد. فبالتالي ليس ده اختراق للأرض المصرية، وده مهم لأن لو دخلت الأرض المصرية فيها كلام تاني، فيها طبعا هنتصفيق. لكن تخترق الاتفاقية كما ذكرت لنا، وهذه الاتفاقية مبرمة ما بين إسرائيل ومصر. وهنا سأذهب لأسألك مباشرة، ما الذي تريده بداية إسرائيل من هذا التطور؟ يعني نحن سمعنا تصريحات رسمية مصرية تؤكد مرات عديدة على أنه مصر لن تقبل بدخول إسرائيل إلى هذه المنطقة والسيطرة عليها، نظرا كما ذكرت لي بما أنه هذا التطور حصل اليوم، وحضرتك تفسر لي لواء أنه هذه المسألة ستضر بالاتفاقية ما بين الجانبين. هو ده اختراق، برضو اختراق للاتفاقية، وكلا الطرفين اختراقوا الاتفاقية كذا مرة. احنا قعدنا 6 سنين لما كنا بنحارب الإرهاب في سيناء، المنطقة جيم اللي هي ملخص خط الحدود ما كان ممنوع فيها قوات عسكرية، كنا بندخل قوات عسكرية ساعات بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، وساعات كان بيبقى حاجة عاجلة مش عايزة تنسيق كنا بندخلها، وكان بيبقى اختراق للاتفاقية. فالاختراق الاتفاقية بيبقى بين الجانبين. ولكن السؤال اللي حضرتك سألتيه في الأول هو سؤال ممتاز، ليه إسرائيل عملت الكلام؟ إيه يعني الـ800 متر دول؟ هو إرضاء للمجتمع الإسرائيلي والشارع الإسرائيلي. إسرائيل بقى بتحارب 8 أشهر حتى الآن، هل حققت أي هدف من أهداف العملية؟ 1، الانزلاق على غزة لم يحدث. 2، تحرير الرهائن لم يحدث. 3، القضاء على حماس لم يحدث. يعني للأسف سيادة اللواء انتهى الوقت المخصص لنا لهذه القراءة، سيكون لنا لقاءات أخرى وسنغوص أكثر في هذا التطور في ساعاتنا المقبلة. شكرا لسيادة اللواء سمير فرج على هذه المداخلة السريعة.